والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومولاه إخواني أخواتي أيها السادة المشاهدون الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن معكم في حلقة جديدة من برنامجكم أمثال ومعاني واخترنا لكم لحصة اليوم القول المأثور الذي يقول خيار المؤمن قلب صافي وبالحق هو خيار المؤمن قلبه صافي إنما باش نقولوا اليوم علاش قالوا هالقول المأثور الجميل هذا الجميل هو قول جميل لأنه يتعلق بعضو جميل في جسم الإنسان ألا هو القلب تلك المضغة اللي شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالمضغة إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله والتي شبهها الله سبحانه وتعالى بالمصباح في زجاجة هذا هو القلب في زجاجة المصباح النور ذايا في قلب كالزجاجة صافي هكذا من برا ومن داخل شفاف شفاف ما فيش حتى شيء ما فيش حتى دخن ما فيش حتى معناها تغديره ما في حتى غدره ما في حتى نكته كحله صافي صافي كالزجاجه والزجاجه من خاصيتها شنية انها شفافه نظيفه من برا ومن داخل كذلك يريد الحق سبحانه وتعالى من قلب المؤمن ان يكون شفافا كالزجاجه صافي 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 من الغل والحسد وكم نحن في حاجة بصراحة إلى قلب مثل هذا خاصة في هذا الشهر العظيم شهر التصافي ما بين الناس وشهر الصفاء الروحي هنا في 11 شهر قاعدين لهين بأجسادنا وأجسامنا والمأكل والمشرب والملبس في رمضان المعظم عنا عنا حاجة أخرى نتلهوا بها بصفة أكثر من الحاجات الأخرين اللي هي الروح متاعك ونفسك والقلب متاعك أنك تصفيه لأن العبرة العبرة في يوم القيامة شنية قلوب أنت شوف العبادات الكل التي شرعها الله سبحانه وتعالى كل العبادات محلها شنية القلب محلها القلب كل العبادات مناطة بالنية والنية محلها فين؟ في القلب ما تنجمش تنوي عبادة معينة وقلبك فيه دخن فيه مرض فيه شوية من وسخ الأمراض القلبية حبه طهر ولذلك قال أجدادنا قالوا لك أجدادنا, أجدادنا خيار المؤمن خيار المؤمنين راو نخاطب في المؤمنين نخاطب في المؤمنين كم من مؤمن يدعي انه مؤمن أه؟ وقلبه مسود هذا يحق باش يحق عليه باش نسميه مؤمن لا بعيد بعيد عن الايمان لان الايمان محله فين في القلب القلب هو منظر الرب لأن الله لا ينظر إلى صورنا بل ينظر إلى قلوبنا فنحتاج بالتالي إلى قلب سليم قلب سليم اللهم أتنا قلوبا سليمة يا رب الله اللهم ارزقنا قلوبا سليمة ها؟ اللهم ارزقنا قلوبا سليمة خاصة في رمضان على المعاذ رمضان مش كله عبادات هو والعبادات كيف تعبد الله بقلب غير سليم ما يجيش هل سينظر الله إليك لا يعني الله عندما ينظر إليك ينظر إلى قلبك يشوف فيه شوية سويداد شوية سواد شوية نكت كحلة لا ينظر الله إلى قلب هكذا إنما ينظر إلى قلب صافي صافي من الأحقاد صافي من الضغينة صافي من الشحناء وقد أرشدنا الحق سبحانه وتعالى إلى الأسباب التي تصفى بها قلوبنا التي بها تصفى قلوبنا الصفاء متاع القلب يجيب أسباب تنجيوها بإذن الله في الجزء الثاني متاع الحلقة دي باش نجيو الأسباب اللي تخلي قلبك صافي تخرج الغل من قلبك كيف ستخرجه سنرشدك في الجزء الثاني من الحصه هذه ام اعطينا ساعه ان اهميه القلب الصافي كيف سيتقبل الله منك العباده بقلب جاف بقلب قاسي الله لا يتقبل العباده من قلب قاسي عنا حديث نبوي شريف صراحه يقسم الظهر يوريك النبي عليه الصلاه والسلام كيفاش لما الشحنات تتغلغل والحقد اللي يتغلغل في القلب والحسد يتغلغل في القلب والعياذ بالله والبغضاء خاصه البغضاء لما تبغض خوك لما تعشش في القلب والعياذ بالله اسمعوا هذا الحديث النبوي الشريف وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاه والسلام تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين ويوم الخميس الله 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 تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين ويوم الخميس ونحن في رمضان كل يوم ابواب الجنه مفتوحه ابشر أي أيوة الصائم اذا كان في الافطار في 11 شهر الاخرين نتاع العام تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين ويوم الخميس فان في رمضان في كامل شهر رمضان كل أيام رمضان وكل لياليه تُفتح لك أبواب الجنة، يا اسمع بقيت الحديث تُفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبدٍ لا يشرك بالله الله أنا أقول لا إله إلا الله يغفر لي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغفر الله لي يوم الاثنين ويوم الخميس وذاك علاش يوم الاثنين ويوم الخميس كان النبي يصوم صلى الله عليه وسلم الله آه تو عرفنا علاش النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أنه يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس لأنها في هذين اليومين تفتح أبواب الجنان وترفع فيه الأعمال أما تفتح فيه أبواب الجنان علاش وذاك علاش يصوموا من النبي عليه الصلاه والسلام ونحن في شهر الصيام تفتح لنا ابواب الجنان كل يوم خاطر احنا صائمين وعلى خاطر شهر رمضان فيه البركه اكثر فيه الخيرات وفيه البركات اكثر من اي شهر اخر فلذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله الا رجلا بينه وبين اخيه شحناء. شحناء معناها بغضاء. عداوه. بغض كراهيه الا لطف والعياذ بالله ها يغفر لكل عبد يقول لا اله الا الله محمد رسول الله لا يشرك بالله شيئا ها الا لرجل ها بينه وبين اخيه والعياذ بالله مش اخوه من دم وراه لا 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 نحكي على اخوه في الاسلام اما اذا كان اه اذا كان اخوه من دم اولى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى اذا كان طلع اخوك من دمك وانت و والعياذ بالله اسمع اش قالك النبي لا يغفر له الا رجلا بينه وبين اخيه شحناء فيقول انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا بمعنى الانذار ما معنى انظروا اي اجلوا لهم المغفره ما تغفر لهمش ربي ما يغفر لهمش حتى لين يصطلح الأخوان الله الله, الله. أنظروا ربي يقول أنظروا للملائكة ملائكة الرحمة أه؟ أنظروا هذين أجللهم المغفرة حتى لين يصطلحا بالله عليك إذا كان سمعت الحديث هذا اليوم وعرفت اللي ربي يغفر لكل واحد يوم الاثنين ويوم الخميس وانت في رمضان يغفر لك ربي كل يوم ما دام ابواب الجنه مفتوحه وابواب النار موصده يغفر لك الله كل يوم الا 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 لمشاحن عنده شحنه في قلبه والشحنه هذايا مرض المجتمع اليوم والعياذ بالله وخاصه وقت اللي ينتقل بين ذوي الارحام بين ذوي الارحام غادي وين الرحمة ينبغي أن تكون مبالغ فيها الرحمة وصلة الأرحام واللي يصل الرحم نتاعو واللي يقطع الرحم نتاعو في رمضان يا الله كيفاش ربي باش ينظر له كيفاش ربي باش يغفر له كيفاش ربي سبحانه وتعالى باش يرحمه السيد هذايا وهو بينه وبين خوه على حاجه ما عنده حتى معنى بغض خوه رانا ما نتكلموا على الاخوه الاخوه من الدم راهو نتكلموا على الاخوه في الاسلام انما المؤمنون اخوه كمل كمل فاصلحوا بين اخويكم هكذا قال الحق سبحانه وتعالى انما المؤمنون اخوه اخوه فاصلحوا بين اخويكم انت تحب ربي سبحانه وتعالى لا ينظر اليك تحب المولى عز وجل سبحانه وتعالى لا ينظر اليك تحب ربي ينظر اليك تحب ربي بيغفر لك سبحانه وتعالى ذنبك وانت ملطخ بالذنوب بالليل والنهار تخطئ وتذنب بالليل والنهار الا تريد ان يغفر الله لك الا تريدون ان يغفر الله لكم تحب ربي يغفر لك انزع الغل من قلبك خلي العفو يحل محل الشحناء ومحل الانتقام خلي السماحة وخلي العفو وخلي الصفح ها ولين قلبك وألن جانبك لغيرك ها واعفو عمن ظلمك روا العزة إنك لا تنال العزة إلا أن تلج باب العفو والصفح والسماح هذا هو باب هذا هو العزة كيف يكتسب العزة الإنسان أتريد أن تكون لكم العزة؟ والله لن تنالوا العزة إلا أن تتعلموا الصفح والعفو وانظر إلى إلى اللي سماهم ربي سبحانه وتعالى بالذين جاءوا من بعدهم أي بعد المهاجرين وبعد الأنصار ها؟ وسماهم ربي التابعين التابعين لهم بإحسان انظر إلى التابعين كيف كان قولهم كان دعاءهم يخموا في حد شيء أول دعاء وآخر دعاء متاعهم يقولوا ربنا اغفر لنا ولمن سبقونا بالإيمان اغفر لنا ولمن سبقونا بالإيمان أسمع أسمع ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربك ربنا إنك رؤوف رحيم أنت تتصور النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس مع أصحابه فخرج رجل وقبل أن يخرج هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة أو يخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة كل الناس قاعدين ترقبوا بما فيهم الصحابة الكرام المقربون لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم قاعدين رئبه أعناقهم يلوجوا ويبحثوا شكون اللي داخل هذايا من ذا الذي يبشره النبي بالجنة وإحنا قاعدين بحذاه هنا في الأصل كنا نستناو باش يقول النبي عليه الصلاة والسلام رأوا فيكم رجل من الجنة إحنا أصحابه وإحنا أقرب الناس ليه وإحنا الذين تأسينا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا نفارقه إلا بالنوم فشكون هذايا اللي حاز على الفضل العظيم هذايا البشرة بالجنة وهو مش من نحن الناس كنت تترقب فيه فخرج عليهم رجل ها مازال الماء نتاع الوضوء معناها كل يديه بماء الوضوء ووجهه يتقاطر بالماء الوضوء نتاعه قال النبي وماسك من عليه بيده بيده تقرب من الشمال بالطبيعه احنا ما نهزوش الصبات نتاعنا والنعله نتاعنا بيدنا اليمين، هزوه بيدنا اليسار، شوف الأدب في الحديث كيفاش معناها يرووه الروايه نتاع الحديث بامانه بامانه النقل قد قد حتى الهيئه نتاع الراجل يذكروها لك كيفاش حامل النعله نتاعو بشماله يعلموا فيك في الادب ويعلموا فينا في الادب ويقولون من الادب ان تحمل حذاءك او نعليك باش تهزهم بيدك الشمال ما تهزوش بيدك اليمين، تهز الخبز بيدك اليمين تهز القران بكتاب بيدك اليمين ها اما تهز حذام تاعك والنعل تاعك بشي مالك فخرج هذا الرجل والناس كل تتفرج فيه ثم تعدى بالمجلس قال السلام عليكم ورحمه الله افشى السلام لانه افشاء السلام او باش من اسباب صفاء القلوب شصف قلبك افشوا السلام افشوا السلام بينكم افشوا افشوا السلام بينكم ها ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم شنو؟ أفشوا السلام بينكم تو ربي ينزع الغل من قلوبكم ما البعض منا ربي يهديه يحبش يرد السلام حتى رد السلام يحبش فضلا عن أنه لا يبادر بالسلام لا يرد عليك السلام ولا حول ولا قوة إلا بالله وهذا فيه وعيد غليظ مشدد فيه من عند الخالق سبحانه وتعالى توجيه الموضع اللي ينقل فيه الآية القرآنية هذه أما اعتني الرجل هذا لما مر بالمجلس سلم على الناس قال عليكم السلام ثم مش هذا الرجل الراجل إنما عبد الله بن عمرو بن عاص أحد الصحابة الكرام وهو اقتشاب شاب مثل شاب شوف الغرام تاع الشباب متاع على عهد النبي والطموح متاعهم والرؤية نتاعهم وين كانوا أين كانوا ينظرون ينظرون إلى فعل الخيرات شبيه السيد هذا مبشر بالجنة وأنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبشرني بالجنة بما يمتاز هذا الرجل علي فذهب عبد الله بن عمرو بن العاص واتبع الرجل وقال له اختلق شيئا ما له كذبة بيضة قالوا راني عندي في خلاف مع بابا اللي هو عمرو بن العاص في خلاف معاه ونحب اه ندخل ضيف عليك تقبلني ضيف عندك ثلاثة أيام وهي هي صياغ عملها وحكايه عملها باش يشوف الراجل شو اللي قاعد يعمل فيه من الصالحات وفعل الخيرات واللي هو مش قاعد يعمل فيه واللي سبب لي دخله الجنه فاستقبله الرجل ضيفا عنده ثم لما شافوا النهار الاول شافوا النهار الثاني بنهاره وليله يوم كامل في غو في غضون ثلاثه ايام ما شاف عليه حتى شيء الراجل لا يقيم لا عنده قيام ليل ولا عنده صيام زيد ولا عنده نوافل زايده يعمل فيها يصلي في الفرائض ويصلي في يتعبد في ربه سبحانه وتعالى الا انه كان حين ينام في الليل يتقلب في النيل شفه في الليل يتقلب ها ويذكر الله عندما يتقلب في نومه يذكر الله قل لا اله الا الله ثم ينقلب الى الطرف الاخر ففي غضون ثلاث ايام جاء عبد الله بن عمرو بن العاص وقال يا رجل والله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة فما سبب ذلك شنو اللي خلاك نبي شنو اللي خلاه النبي صلى الله عليه شنو اللي تعمل فيه زايد علينا احنا وخله وخلاه سبب ايه باش تدخل به الجنة قالوا يا رجل والله ليس لي كثير من الصلاة ولا الصيام ولا القيام إنما عندما أنام لا أحمل غلا على أحد هذا هو قالوا عبد الله بن عمرو العاص أما هذه صعيبة علينا نحن بصراحة صعيبة باش الإنسان يبات في الليل وما يحملش حتى غل على غيره صعبة اللهم ارزقنا صفاء القلوب وسلامة القلوب يا رب العالمين بالحق هي حاجة صعيبة صعيبة أنه الإنسان ها يبات في الليل ما يحمل حتى غل على غيره. اجا نقول لكم على الاسباب اللي تخلي قلبك صافي وافي ويكافئ السيئه بالحسنه. انا نقول لك حاجه ساعه. علاش ربي سبحانه وتعالى ارشدك الى ووصاك المولى عز وجل باش يكون قلبك سليم. علاش النبي صلى الله عليه وسلم حارس عليك باش يكون قلبك سليم. اولا سعى لسلامتك انت انتم ما تعرفوا ايها الساده المشاهدون ان اكثر الامراض القلبيه صدقوني جايه من هذا الضغط داي. صدقوني اكثر الجلطات القلبيه واكثر الامراض القلبيه واكثر الاعراض القلبيه جايه من الاصل هذا على خطر الانسان عندما يحمل غلا في قلبه تنكمش عروقه العروق نتاع القلب تتكمش، وإذا كانت تكمشت العروق نتاع القلب ما عادش الدورة الدموية فيها مسرحة تتعطل الدورة الدموية فيصاب بهذه الأمراض هو علاش الإنسان كي يتغشش برشا كي يتغشش برشا علاش الإنسان كي عندما يغضب كثيرا ها مش قلبه ينفطر ومش العروق تضياق مجاري العروق مجاري الدم هي عروق مستضياق بفعل الغضب ذاك بفعل الغله ذاك بفعل الحسد ذاك ربي حبلك الخير سبحانه وتعالى قالك ما ما تنقمش على غيرك ما تبغضش غيرك حتى وان اساء اليك اصبر واحتسب اجر صبرك كذلك على الله سبحانه وتعالى والله كلما عفوت عن عمن عن ظلمك الا ويرفعك الله درجه ولا تصاب بمرض قلبي قط الا بقضاء من الله سبحانه وتعالى الا ان يقضي الله فيك امرا كان مفعولا هذاك سبق القضاء بتاع ربي في حاجه هذاك لا دخل لنا فيه انما نحكيه في عموم الامور اللي قلبه صافي راه ما يخافش باذن الله لا يصاب لا بجلطة قلبية ولا بأي من الأمراض القلبية البغيضة والعياذ بالله لأنها يعني جاي من البغض وقت اللي تصفي قلبك يبدأ قلبك خالي من الهم والغم به وانت كي تبغض غيرك لما تبغض غيرك ولما تنقم على غيرك أنا حاب نسك سؤال شنو باش تحصل ما تحصل كان الغم والهم في قلبك ولذلك لما تصفح عن غيرك وتعفو عن غيرك ذلك لمصلحتك يا, يا ابن ادم والله لمصلحتك اولا سعى لمصلحتك الصحيه الجسميه البدنيه ثم لمصلحتك خطر تربح تسعد في الدارين تفوز بالحياه الطيبه السعيدة كما قال ربي سبحانه وتعالى وأصلح لهم بالهم علاش دعوة الكبار كانت قربي يقولوا يقولوا ربي يصلح لك بالك أي ربي يصلح بالك برا يا ربي يصلح بالك يقول لك ماخذينها من القرآن الكريم وأصلح لهم بالهم بالهم صالح ما عندوش لا هم ولا غم توا أما المرض نتاع المجتمع الحاضر والمعاصر المرض الخطير شنو هو ما يسمى بالاكتئاب هذا الغم والهم تحب ربي يجلى علينا الغم والهم صفى قلبك خيار المؤمن قلبه صافي هذه كلها من الاسباب اللي تخلي قلبك يصفى ثم من الاسباب اللي تخلي قلبك يصفى ويتجلى عنه هالكرب ذا والغم والهم ذا هو شنو فعل الخيرات ان تحب الخير لغيرك يصفى قلبك وأن ترجو رحمة ربك سبحانه وتعالى نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نرفع أكف الذراع ونبتهل إلى الله سبحانه وتعالى وندعو الله خاضعين خاشعين لله سبحانه وتعالى بقلب خاشع اللهم ارزقنا قلوبا خاشعة يا رب العالمين فنقول الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الحمد لله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا الحمد لله المتفرد بتصريف الاحوال على التفصيل والاجمال تقديرا وتدبيرا الحمد لله المتعالي بعظمته الذي نزل القران تنزيلا وصلى الله وسلم على رسوله المبعوث لجميع الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اللهم اجعل القران لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا. وإلى الجنة دليلا وإماما اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا اللهم اشرح بي صدورنا وأنر بي قبورنا ربنا تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن في رمضان اللهم إنا نسألك رحمة رمضان ونسألك بركة رمضان ونسألك المغفرة ما في رمضان ونسألك أن تعتق رقابنا من النيران في رمضان برحمتك يا رحيم يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم على سيد الانبياء والمرسلين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين 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 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته